دقيقة حظ. صباح الفل ليندا، ان شاء الله تكون بخير والحظوظ الكبيره زادة تكون من نصيب كفت الابراج الفلكيه. هي راهي طاقه حيويه نشاط البرج الحمل، تتخلص من برشا عقبات واعتراضات قديمه، نهاية المناسب لتصحيح اخطائك السابقه. الثور خطوه ثابته وين تحقق نجاح في مشروعك الجديد، راك تعيش انفراج، تتحسن اوضاعك الماليه، والويكاند هذا راهو خمس نجوم. الجوزي عوده ميمونة، فما مصالحة مع الحبيب كها وعاد زيل الغش، أي الحمد لله راهو عندك جديد عاطفيا، تتخلص من عراقيل قديمة، فما تطورات إيجابية بعد فترة متقلبة شوية. لكن السرطان رد بالك، عايشك لا تجاسف لا في الخدمة ولا في راحة بالك، راهي مرحلة هامة مهنيا واللي جاي خير من اللي تعدى. فما قرارات مناسبة في الوقت المناسب ونهاية الشهر جويليا راهو للتخطيط السليم، وإن إن شاء الله يا ربي راهو شهر أوت يعدك بالسعادة، انفراج، طاقة والفلوس في المكتوب. الأسد عنده موعد مع عقد جديد، خدمة زادة تنضاف له في المستقبل القريب. وبرج العذراء تتغير الأحوال ويتنفس حب، فما علاقة غرام ينعم تنور وجوههم السمحة. نتعدي ونحن للميزان، حظوظ كبيرة تزهى أيامات وتعيش انتعاشة مالية. العقرب راهو يليندا تتقرب المسافات، وال الويكاند هذا يعد بالسعادة، انفراج واتصالات ممتازة. القوس راهي طاقة ما كيفاش، تتخلص من برشا موجات سلبية، وموعد غرام جديد راهو ينسيك فيك العلاقة القديمة. وعنوان الفترة هذه برشا غرام حب كبير، وما تنساش للأسبوع الثالث من جويليا راهو خير عليك انت وباقي الأبراج النارية. الجدي انفراج وتحقق السعادة المطلوبة، وعلى قريب تحقق انجاز مهم. وكان على برج الدلو راهي ترتفع المعنويات ويحقق أهداف، ومزيل زاد الخير راهو يطلع عليك. ونختمو مع الحوت، مشاريع ناجحه، وهذا الكل راهو ما جاش من لا شيء، انت خططت نفذت، لكن العمدة في الاستقرار، وانا راني نعرفك قدها. دقيقه حظ.